ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أوقفت عناصر الدرك الملكي بإمينتانوت يوم أمس السبت شخصا ثلاثينيا متلبسا بحيازة كمية من مسحوق الذهب المستخرج من أحد المناجم المتواجدة بسكساوا بجامعة أيت حدو يوسف بطريقة غير قانونية. وأكد مصدر خاص أن توقيف المشتبه به جاء في إطار ضبط كمية هامة تقدر بطن من التراب المحتوي على معدن الذهب أثناء عملية تفتيش خضعت لها سيارته بأحد سدود المراقبة القضائية بإمينتانوت. واقتدى الموقوف للمنزل الذي يقطن فيه حيث تم إخضاعه للتفتيش أيضا، وهي العملية التي أسفرت عن ضبط معدات تقليدية تستخدم في الحفر والتنقيب عن المعادن. وبينت التحقيقات الأولية مع الموقوف أن مسحوق الذهب قام باستخراجه من مناجم سكساوا بجماعة أيت حدو يوسف بطريقة غير شرعية، وجرى الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له والجهات التي يزودها بهذه المعادن قبل تقديمه أمام وكيل الملك لدى ابتدائية إمينتانوت. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.